بهالظروف يلي عم نعيشها بيكتر الاكتئاب والنفسية بتصير حزينة وتعبانة، والأكثر من هيك ممكن نتصرف بسلوكيات ما ننتبه عليها أبداً إلا لما ذاتنا تبلش تتعب، وبمصطلح تاني يا رنا نبلش ندمر ذاتنا. صحيح، يعني ممكن فعلاً ورد رح نعرف هل ممكن فعلاً الإنسان يدمر نفسه، وشو هي دلالات هالشي وأسبابه وشو الحل؟ رح تخبرنا كل هالتفاصيل أستاذة نسور صافية، اختصاصية بالتنمية الذاتية. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي معنا. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي أستاذة. يعني الإنسان عم يدمر نفسه، صادمة هاي الجملة، ولكن حقيقية؟ حقيقية، لأنه هو أساساً ما بيكون عارفان أنه هو بمرحلة عم يدمر فيها ذاته، ولكن هناك سلوكيات هي بتدل على تدمير ذاته، وسلوكيات بسيطة، يعني ما بيتوقع أنه هاي السلوكيات ممكن أنه تكون أنا عم دمر فيها ذاتي، منها المماطلة، التسويف، التأجيل، عدم إتمام المهام، هي بتكون بوادر لتدمير الذات. بعدها بتتحول هاي السلوكيات لتصرفات جسدية ممكن يأذي فيها جسده مع تطور الحالة. يعني بنلاحظ في عنده قضم الأظافر، وهذا الشيء بنلاقيه على المستفيد، بنلاقيه أنه في دم حوالين الظفر بسبب أكل اللحمية، أو حتى قضم الأظافر لدرجة أنه قدم الظفر لنصه يعني، أو نتف الشعر، بحيث بتلاقي بجزر الشعر فراغات على شكل دائري، أو حتى نتف الحاجة بتلاقي حاجة مليان وحاجة فاضي، أو الشباب لحيتهم كمان، أو لحيتهم، أو حتى قدم الجلد بتلاقي علامات زرقاء على الجلد. هون بتكون صرنا بمرحلة متوسطة. المرحلة الأكبر اللي هي بتكون عدم تقبل الآخرين، عدم تقبل آراء الآخرين، وبعدها منلاحظ للأسف مرحلة اكتئاب ثم الانتحار. يا لطيف، يعني ممكن يوصل لهي المراحل. يعني للأسف اليوم الحالة العامة، إذا فينا نسميها، في حالة من اليأس عند جيل الشباب، إذا بدنا نحكي ونكون واضحين أكثر. جيل الشباب اليوم عم بيعانوا من مستقبل مجهول، عم يعانوا من ظروف سيئة كثير عم يمروا فيها، المستقبل ما أنا واضح قدامهم، ما في أمل، أو ما في خطوات مدروسة لحتى الواحد يمكن يقوم فيها. هذا واقع ما فينا نهرب منه، ما فينا نقول إنه اليوم لا، نحن أمورنا كثير منيحة وشبابنا أمورهم كثير منيحة. للأسف هذا الشيء عم نعيشه اليوم، ولكن نحن شو الحل؟ يعني نحن اليوم عم نشوف ناس عم تدخل بحالات الاكتئاب للأسف وما عم تقدر تطلع منها، يعني عم تفوت بحالات كثير عميقة. إذا نحن عم نحكي على الحالة الأولى اللي قلنا، أو المرحلة الأولى اللي بيكون فيها الشخص، ممكن هون هو يتنبه أو اللي حواليه يتنبهوا ليقدروا يطلعوه من هاي الحالة؟ إذا كان في عنده مرحلة حالة من الوعي ممكن إنه يتنبه لهي القصة، ممكن يتنبه لسلوكيات هو عم يتصرفها هو ما كان يتصرفها من قبل. خلينا أول شيء نصنف هدول الأشخاص. هدول الأشخاص أول مرحلة، أول حالة أو أول شخصية خلينا ناخدها، هو شخص أساساً هو ما بيعرف شو بده وما عنده أهداف ولا بيعرف كيف يصلح، فهو عايش حياته هيك بشكل عشوائي، وهذا الشخص سهل كتير إنه يتعرض لهي المواقف ويحس بالإحباطات، وبصير عنده إحباطات متكررة لأنه هو بينوي شيء بس ماله، ما في هدف معين، ما في طريق مرسوم واضح لإله، فبيفشل. الحالة الثانية هو بيعرف شو بده بس هو ما بيعرف كيف بده يصل، كمان هذا الشيء بيسبب له مجموعة من الإحباطات بتؤدي لعدم تقديره لذاته. الحالة الثالثة هو بيعرف شو بده وبيعرف كيف يصل بس هو في آراء سلبية دائما هو بيرجع لها، بيئة خارجية مؤثرة عليه. وهون نحن بدنا نشوف كمان أنه نمط الشخصية، هل هي شخصية ذات مرجعية داخلية أم مرجعية خارجية؟ تماما، تقديرها لذاتها من الداخل تماماً. ينبع ولا من نظرة الناس، من نظرة الآخرين؟ فوقت بتكون هي الشخصية مرجعيتها خارجية، هون كتير خطر المحيط عليه، فبده يكون دائما محاط ببيئة إيجابية، حتى بألفاظ إيجابية، دائما بحب المدح. فإذا انفقدوا الأمان، الانتماء، إذا فقد عنصر من هالعناصر ببلش تدمير لذاته. الحالة اللي بعدها إنه هو بيعرف شو بده وبيعرف قدراته وبيعرف ما بيلتفت للأشخاص السلبيين أو للآراء السلبيين، ولكن هو ما عنده ثقة بنفسه.
ما له متقبل ذاته كما هي مثلا، او ما عم يعرف نقاط قوته وضعفه ابدا، ولا أبداً. عم يتعرف على نفسه. طيب هون في سؤال، كيف انا بدي حب نفسي؟ حب الذات ضروري، هو مصطلح عكس تدمير الذات ولوم الذات وجلد الذات. مثل ما قالت رنا اليوم، عملوا استطلاع بين 100 سوري بشرائح مختلفة وبمجالات مختلفة، يمكن 90 منهم من 100 بيطلع عندهم مشاكل فعلا نفسية، ويمكن نحن واحد منهم، لأنه 10 سنين حرب طاحنة ومستقبل نفقه طويل ومظلم وأحباطات متكررة، ويلا قربت تخلص وقربنا نخلص وما عم نشوف غير المعيشة مثلا عم تصعب على الجميع. كيف بدي حب نفسي بهالظروف؟ آمن بقدراتي، آمن بالبيئة اللي أنا موجود فيها. أنا بعرف نفسي أني أنا إنسان تعبت على حالي، اشتغلت على حالي، ما وقفت دائما متابعة، ما وقفت دائما دراسة، ما وقفت دائما من تطوير مهاراتي، ولكن البيئة المحيطة هي البيئة المؤثرة علي. العامل الديني بكل الطوائف والأديان، وقت أنا بيكون في عندي إيمان برب العالمين، وهون نحن بدنا نشوف الجانب الروحي وقدرة الاتصال، لأنه هو اللي بيعطينا خليني أقول لك المدد والقدرة على أنه الفرج قادم، الفرج قادم في صبر من عند رب العالمين. الجانب الذاتي يلي أنا مؤمن بقدراتي، ولكن البيئة المحيطة هي اللي عم تأثر علي، أنا رح قاومها ورح أقدر أنا أكون أفضل ورح أقدر أوصل للأهداف اللي أنا بدي إياها. الحالة الثالثة هو الجانب الاجتماعي، كمان أنا بدي أشوف أنا بقلب هاي البيئة وهي البيئة محيطة، خليني دائما ببحث مستمر عن بيئات تكون أكثر نجاحاً، أكثر إيجابية لإلي، لحتى أنا أقدر استمر. أنا واثقة من ذاتي، واثقة من قدراتي، ولكن البيئة المحيطة هي اللي عم تأثر علي. هون نحن في عنا مثلث، هو مثلث بنسميه مثلث النجاح، يلي هو أنا في عندي التزام، في عندي جدول معين، في عندي أهداف معينة أنا بدي أحققها، بعدها بدي أكون بمرحلة الثبات أو مرحلة الاستقرار يلي أنا متابعة للجدول أو للأهداف اللي أنا حاططها وأنا عم بقدر أصلى. طب شو المعوقات اللي عم تواجهني؟ كيف فيني أنا أتجاوز هاي المعوقات؟ كيف فيني أنا أتحرر منها؟ بعدها بدي أكون في عندي الإصرار أنه لا، هذا بنسميه مثلث النجاح، أنه صحيح في بيئات عم تفشلني، بس ولكن أنا رح ضل مثابرة ومصرة لحتى أوصل لهدفي. إذا نحن بدنا نحكي عن نكمل بالشخصيات، كتير مهم إنه في شخصية بتعرف شو بدها، بتعرف قدراتها وبتعرف شو هي، وما بتستمع للأشخاص السلبيين، بتستمع للأشخاص الإيجابيين، وبتوصل للنجاح وبتوصل للإحباط. سمعتها هاي شي كتير مرة؟ طبعا سمعانينا كتير، سمعانينا كتير، خاصة في إحدى الصديقات مثلا بتقول لك انه انا اخذت الماجستير، بعدين اخذت الدكتوراه، بعدين انا بيتي مليان من اللي بدي اياه، بعدين متزوجه، بعدين حققت اعلى مستوى من هرم ماسلو في تحقيق الذات، وما بعد قمه هذا الهرم ماذا يوجد؟ هون في احباط تماما. شوي هون في احباط كثير كبير صراحه. مو شوي، بتقول لك انا بعد ما حققت كل هدول النجاحات انا هلا حاليا ما عم بقدر ساوي شيء. طيب ليش هي وصلت لهي المرحله؟ لانه هي بكل بساطه هي حددت هدف، وصلت للهدف ووقفت، خلق هدف جديد، بدها تخلق هدف جديد، بدها تخلق عمل جديد، بدها تخلق اشياء جديده لحتى تقدر تستمر. حتى نحن اذا عم نحكي عن المشكلات، اذا بدنا نحكي عن هدول الاشخاص اللي هن محبطين، في عنا اشخاص بيلاقوا لكل حل مشكله، وفي عنا اشخاص في عندهم لكل حل مشكلة بيخلقوها تمام وفي عندنا أشخاص يلي هن ما في حل تمام. وفي أشخاص عندنا الحل الوحيد، وفي أشخاص عندنا عدة حلول وفي أشخاص لكل مشكلة في إلى حل. ويني أنا؟ تمام. شو الشخصيات اللي بينتج عنها؟ بينتج عنها طبعا شخصية الإنسان المشتت اللي هو ما له عرفان شو بده، شخصية الإنسان المتردد يلي دائما بتردد مستمر، ما في عنده قرار ثابت للوصول. طيب في خوف بيكون عند هدول الاشخاص أكيد. صح، يعني الخوف أكيد. بيكون هو بخاف يخطي خطوه لانه هو ما بده يفشل، يعني بصير بيفكر بالفشل قبل ما يفكر بالنجاح. أكيد. هو اساس انعدام الذات هو الخوف والتردد، وبيأثر على وبيؤدي الى الخجل والانعدام بالثقة بالنفس. هلأ أنا كيف بدي أطلع من هاي الدائرة اللي أنا موجودة فيها؟ إذا أنا في عندي مشكلة وملاقية ابني، ملاقية رفيقي، ملاقية أخي، ملاقية كل المجموعة اللي حوالي عم يدمر ذاته، أول شيء أنا بدي أخليه يطلع من مرحلة ذاته وأشغله بالآخرين.
هذا بنسميه خطة إنقاذ سريعة. ليش؟ لأنه أنا بدي شيء حل مباشر وسريع أقدر أنا طلعه من حل إسعافي ليطلع من هي الحالة. لازم يطلع من هي الحالة. شو نقصد في هذا الحل أستاذة نسور؟ يعني أنا اليوم بشغله بشيء معين، بعبي له وقته بشيء معين، ولا لو شو عبيتي له وقته بشيء معين؟ إذا عبيت له وقته بالدراسة، الدراسة نتائجها كثير طويلة المدى. أنا بدي أعمال أنا هلأ ساويها ويكون إلها نتائج على أرض الواقع بشكل مباشر وملموس هو يشوفها. دائما في عندي أشياء جمل إيجابية أنا عم بعطيه إياها لعزة ثقته بنفسه. حتى أنا إذا بدي الأعمال اللي أنا بدي إياه يقوم فيها، مثلا بعرض عليه المشكلة وكأنه مشكلته هي مشكلتي أو مشكلة صايرة مع صديقة لإلي، وبطلب منه الحل. تمام، خليه يفكر، خليه يفكر، خليه يساعدني، خليه يساعدني ويطلع مجموعة بشي من الحلول. مو حل وحيد، أنا بدي مجموعة من الحلول لحتى يقدر يطلعه. أحيانا بجوز يقول لي والله ما عنده حل وهذا اللي صار معه. طب أنا هون بدي ورجيه شخصية الإنسان، ما حقلك الإنسان الضعيف، ولكن الإنسان اللي بحاجة لنصيحة، وأنا هاي النصيحة عم بطلبها منك. طبعا في عندي أنا لغة جسد ونبرت صوت لحتى أنا أعطي التأكيد بهي الحالة، مو هي حالة تمثيلية، هو مش تمثيلي. عم تعمل معي هيك بس لتطلعني من هالحالة، فجكر بنفسي رح زيد هاي الحالة على حالي. تماما. فلا، أنا وقت بدي أعرض عليه الموضوع بدي أعرضه بكل جدية، بكل بدي أتقمص الحالة كاملة وأطلب منه المساعدة. بهي الحالة بصير هو بيعطيني حلول. طيب ممكن تساعدني بالحل؟ خلينا نحط مجموعة من هاي الحلول ونبلش نحطها، نبلش فيها خطوة بخطوة. تمام. هي ممكن يعني بنسميها خطة إنقاذ سريعة لحتى أنا أطلعه من الحالة يلي هو موجود فيها. تمام. أشغله بنفسه، ما أشغله بالآخرين، ما أشغله بنفسه. إذا بدي أقول له اهتم بحالك وإقرأ كتاب، هو ما حيسمع لي أساساً، هو شخصية غير مستمعة بهي الحالة. أبداً ما أنه قدران أبداً يستمع. ما قدران يستمع. نحن يعني كل حدا جواته أكيد في قوة كتير كبيرة وقادر هو يمكن ينتشل حاله ويطلع حاله من أي حالة هو بيكون موجود فيها، ولكن أيام بحاجة نحن لحدا يمكن عن جد يكمش لنا إيدنا ويطلعنا هيك، ياخذ بإيدنا مثل ما بنقول لحتى يطلعنا من هاي الحالة الموجود بنكون موجودين فيها. بدنا نشكر كتير على هاي النصائح، وبدنا نقول أكيد لكل الأشخاص يعني الظرف صعب على الكل، بدنا هيك نحن على بعض نفسنا. وندعم بعض، ندعم نفسنا، ندعم بعضنا أكيد. أهم شكرا كثير لوجودك. أهلا وسهلا فيكم وبتشكركم.